السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في دروس في اللغة الإنجليزية. معاكم مس أمنية. إن شاء الله الفيديو ده هيكون بداية لسلسلة من الفيديوهات ككورس المبتدئين اللي حابين يتعلموا اللغة الإنجليزية، سواء ما كانش عندهم أي فكرة مسبقة عن اللغة أو في أي مرحلة من مراحل التعلم. فمن فضلكم نعمل شير للفيديو، سبسكرايب للقناة، ونفعل الجرس عشان توصلكم إشعارات بأي فيديو جديد ينزل إن شاء الله. زي ما قلنا إن الكورس ده للمبتدئين، سواء اللي أول مرة يتعاملوا مع اللغة أو اللي عندهم مشاكل في القواعد أو التعامل مع اللغة في حياتهم اليومية بشكل عام. إحنا عندنا أكتر من 50 دولة بتتكلم اللغة الإنجليزية كلغة أولى، وإحنا صحيح كعرب عندنا اللغة الإنجليزية لغة تانية، لكننا على الرغم من كده بنتعامل معاها في كل شيء في حياتنا اليومية، سواء في الدراسة، في العمل، في الأسواق، في وسائل الإعلام المختلفة. وهو ده الهدف من الكورس، إن إحنا نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس إن شاء الله، ويتعلموا بطريقة سهلة وبسيطة وما يبقاش عندهم أي مخاوف إن هم يتكلموا إنجليزي يوميا. هنعرف مع بعض إزاي نكون جمل بسيطة، إزاي نربطها مع بعض، إزاي نستخدمها، هنتعلم القواعد بطريقة سهلة جدا، هنتعلم إزاي نتكلم عن نفسنا ونعمل مواقف وندخل في محادثات طويلة، هنعرف إزاي نقرأ قطعة ونحل أسئلة وإزاي نعمل عليها أسئلة بالضبط كأنك في كورس. وما تقلقوش، إن شاء الله هندخل مع بعض من الأول خالص، أو نبدأ مع بعض من الأول خالص ونمشي بالتدريج خطوة خطوة، وهنحل هومورس مع بعض ونحل أسئلة كأنك في كورس. إحنا عندنا 26 حرف في اللغة الإنجليزية، وفي المقابل في 28 حرف في اللغة العربية. فالخطوة إن شاء الله اللي قبل الكورس ده، مطلوب من حضراتكم تكونوا عارفين الحروف كويس جدا، إزاي تكتبوها كويس وإزاي تنطقوها، لان طبعا حضرتكم عارفين ان الحروف هتكون لنا كلمات، الكلمات هتكون جمل، ودي ان شاء الله اللي هناخدها مع بعض في الكورس، اللي احنا هنبدا نكون الجمل ونربط الكلمات ببعض. في فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب بتعرفنا ازاي نحفظ الحروف وازاي ننطقها، وفي منها اغاني كتير، فسهل ان شاء الله ان انتم تلاقوا فيديوهات كتير، وانا ممكن كمان اسيب لكم لينكس تحت الفيديو بطريقه تعلم الحروف. في شويه قواعد بصراحه انا دايما ابدا بيها قبل أي كورس ببدأ بيه مع الطلبة بتوعي. القواعد دي مهمة جدا سواء في اللغة الإنجليزية أو في أي لغة تانية، وهتفرق معاكوا أوي أوي أوي. إيه هي القواعد دي؟ القاعدة الأولى No Arabic words، ممنوع الكتابة باللغة العربية. الناس اللي متعودة على الأسلوب ده هيتفهمني كويس جدا، محدش يكتب حاجة باللغة العربية في النوت بوك بتاعه. النوت بوك الكراسة اللي احنا بنكتب فيها مع بعض واحنا بنذاكر، ممنوع تترجموا كل كلمة باللغة العربية، ولا الترجمة ولا الصوت اللي احنا بنسمعه عشان نعرف ننطق الكلمة، ما يتكتبش بحروف عربية. احنا هناخد بعد كده ان شاء الله ازاي نكتب الحروف دي باللغة الانجليزية، وازاي كل حرف بينطق ازاي، ده في ليفلز عالي شوية هنجيله ان شاء الله. اهم شيء ما نكتبش خالص اي كلمة باللغة العربية ترجمة بتاعتها. ليه؟ لانها عادة سيئة. ليه عادة سيئة؟ لأنك هتاخد وقت إن شاء الله لما تيجي تتكلم إنجليزي بعد كده في أي محادثة مع أي حد، هتاخد وقت طويل إنك تترجم من عربي لإنجليزي في عقلك وبعدين تبدأ تنطق، ودي ناس كتيرة جدا بتعاني منها، بالذات الناس اللي هم عندهم اللغة التانية اللغة الإنجليزية زينا كعرب أو أي جنسية تانية. بيعملوا إيه؟ بيترجموا الأول في عقلهم من اللغة بتاعتهم للغة الإنجليزية وبعدين يتكلموا، فطبعا ده هياخد وقت كبير جدا منك. احنا مش عايزين نعمل كده، احنا هنعمل ايه؟ think in English. طيب ازاي افكر بالانجليزي؟ فكر بالانجليزي. طب ازاي افكر بالانجليزي؟ ما انا لازم اترجم. لا، من الاول خالص لما نيجي نحفظ الكلمات ما نكتبش جنبيها الترجمة، نحفظ خلاص car سيارة، خلاص عرفنا، ما نقعدش نكتب كل حاجة بالعربي. هقول لكم مثال بسيط، لما نيجي بنعلم الاطفال الصغيرين انجليزي او لغة انجليزية بنعمل ايه؟ عايز اعلمهم كلمة كار سيارة، بجيب لهم صورة السيارة، صورة العربية، واحطها لهم قدامهم واقول لهم كار، واكررها كتير كار. عرفوا ازاي ينطقوها؟ عرفوا ان الرسمة دي اسمها كار؟ ابدا اقول لهم this is car، اتفقنا؟ وهكذا بجيب لهم صورة كتاب book، كتاب، واكرره كتير واقول له this is book، this is book. ليه؟ عشان يعرف ان الرسمة دي اسمها car والرسمة دي اسمها book،
وبعدين يعرف إزاي بشاور على الحاجة وأقولها هذه سيارة أو هذا كتاب. فخلاص الولاد تلقائيا مش محتاجين العربي، فهموا برسومات. ولنفرض إن إحنا هنعمل نفس الشيء زيهم، نعمل إيه؟ نفتكر نتخيل صورة والله كار، خلاص عرفنا شكلها انتهينا، وهكذا. الكلام ده بيجي مع التكرار، معلش هيبقى صعب شوية في الأول بس هتلاقوه سهل جدا جدا. لازم نكرر الموضوع ده، ما بلاش نكتب بالعربي، يبقى دي أول رول. طيب تاني رول، make a sentence، make a sentence، كونوا جملة وبعدين احفظوا الجملة كلها. مش هنحفظ كلمة كلمة، لا الجملة كلها. ليه؟ لما اجي احفظ car سيارة، خلاص هيبقى عندي مثلا حفظت 30 كلمة، طب اربطهم ازاي ببعض؟ هيبقى شوية فيها صعوبة. لا انا بدل ما احفظ car احفظ الجملة كلها، انا احب السيارات، I like cars، I like cars. فبدل ما احفظ car لوحدها بعد كده اقعد ادور ازاي اربط الجملة ببعضها، لا انا حفظت جملة كاملة، بحيث بدل ما انا اكتب I like cars، طب ما اشيل cars واحط بدلها I like games، يبقى دي حفظت جملتين اهم، مجرد انا غيرت الكلمة والجملة زي ما هي. اشيل الجيمز واقول I like movies، بحب الافلام، شلت الافلام واحط I like phones، بحب الموبايلات، وهكذا. الطريقة دي أفضل بكتير وأسهل إن أنت تتعلم بسرعة. نحفظ الجمل أسهل بكتير من أنا أقعد أحفظ الكلمات وبعد كده أقعد أربطهم ببعض. الرول الثالث، practice 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 in loud voice. يعني إيه practice؟ practice يعني اتمرن، التدريب أو التمرين. in loud voice بصوت عالي. أي تدريب وأي تمرين في اللغة الإنجليزية لازم يكون بصوت عالي، ما ينفعش في سري. إحنا عندنا أربع مهارات في اللغة الإنجليزية: speaking التحدث، writing الكتابة، reading القراءة، listening الاستماع. المهارة الأولى اللي هي speaking، إزاي أعرف أتكلم اللي هو التحدث، إزاي أعرف أتكلم إنجليزي. فبالتالي لازم أي جملة أحفظها أكررها كتير جدا جدا وبصوت عالي، اتفقنا؟ ما ينفعش أحفظها مرة مرتين وأسيبها وأحفظ غيرها، كررها كتير. أي مجال عندك تقدر تكرر فيه وتتكلم فيه مع حد، ياريت تتمرن أو تمارس اللغة الإنجليزية. الرايتنج الكتابة برضو، لما أجي أكتب الجمل بصوت عالي وأنا بكتب لازم أعلي صوتي، مش في سري برضو، عشان ينطبع طريقة الكتابة مع الصوت في الذهن، فاهمني؟ يبقى عقلك الباطن خلاص اترجم على الصوت الكلمة. الريدنج نفس الكلام، لما نيجي نقرأ أي حاجة، أي حاجة قدامنا نحاول نقراها حتى لو نتلعثم في الكلام، مفيش مشكلة نتعلم وخد وقتك، مفيش حاجة في الأول هيبقى بطيء بعد كده هيبقى أسرع إن شاء الله. وبرضو لما نيجي نقرأ بصوت عالي، نقرأ بصوت عالي مش في سرنا ومش في قلبي زي ما في ناس بتعمل، لا بصوت عالي. listening المهارة الرابعة، طبعا هو مش بالترتيب، انا حطيتها الرابعة لسبب، لان من وجهة نظري الاستماع من اهم المهارات. كل ما بسمع كتير لغة انجليزية وبسمع فيديوهات كتير، كل ما ودني تعرف طريقة النطق الكلمات عاملة ازاي، وامتى بعلي صوتي، امتى اوطي صوتي في الكلام، امتى اوقف وامتى ابدأ جملة جديدة. فبالتالي مش هبقى عامله زي روبوت، مش هبقى عامله زي الانسان الالي، لا ده انا بتكلم عادي خالص زي ما بتكلم اللغه بتاعتي، صح؟ بزعق وبسكت وبوطي صوتي وبتكلم بحده وهكذا. ده اللي هيخلينا نعمله الليسننج، مهاره الاستماع. الرول الرابع او القاعده الرابعه، مفيش حاجه اسمها بعد ما شاب ودوك كتاب، whatever your age is you still can learn. whatever whatever، بس احنا بندمج مع بعض فنقول whatever your age is، مهما كان عمرك you still can learn، you still can learn، تقدر تتعلم. زي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها بعد ما شاب ودوك كتاب، لان احنا بعد ما بنشيب بنروح الكتاب ونتعلم ونبقى كويسين جدا، مفيش اي مشكله. معنى اللي احنا كبرنا، اللي احنا عقلنا مشغول بحاجات تانية، مش معناه اللي احنا ما نقدرش نتعلم، لا نقدر نتعلم،
بس كل الموضوع محتاجين شوية تركيز، نفصل عن المشاكل، نفصل عن الشغل، نفصل عن البيت، وندي وقت لنفسنا شوية. ده استثمار لنفسنا، ندي وقت لنفسنا شوية ان احنا نتعلم. فدي اهم حاجة، اللي احنا نتعلم وعندنا القدرة حتى لما نوصل. يعني الناس حبايبنا اللي فوق 70 و80 سنة، لك والله خلاص انا ما ينفعش اسمع فيديوهات اطفال، انا كبرت. ليه؟ فيديوهات الاطفال مش معناه اللي احنا كبار وما ينفعش نسمعها او صغيرين، لا، معناه ان هي كلمات سهلة وبسيطة نقدر نسمعها بسهولة ونتمرن عليها. فيديوهات اطفال، اغاني اطفال، اسمعوها رددوها. معاكوا اطفال تبقى فرصة حلوة ان انتوا تسمعوها معاهم، ما فيش نسمعها لوحدنا، مفيش أي مشكلة. دي الرول الرابع. في نصيحة أخيرة، اسمعوا الفيديو أولا بتركيز، اسمعوا كويس جدا، وفي المرة التانية إن شاء الله استخدم your pencil and your notebook. استخدم البنسل بتاعك، القلم الرصاص أو البين يعني زي ما تحب، والنوت بوك الكراسة بتاعتكم، وابدأوا دونوا بإيديكوا كل حاجة، ارسموا اكتبوا بإيديكوا. ما ينفعش اسمع الفيديو واقول والله انا كده ممتاز، لا معلش، لازم نتعب شويه. كل وقت هتقضوه في تعلم اللغه وتجتهدوا في التعلم هيفرق معاكم جدا. ودي خطوات بسيطه، يعني لو نص كل يوم نص ساعه متهيألي يعني احنا نستحق. اتمنى ما كنتش طولت معاكم او عليكم في المقدمه دي. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا على طول في اولى حلقات الكورس، فيا ريت من فضلكم نعمل شير للفيديو، سبسكرايب للقناة، ونفعل الجرس عشان توصلكم إشعارات لما أي فيديو جديد ينزل إن شاء الله. وأشوفكم على خير إن شاء الله المرة الجاية. See you next time إن شاء الله.